بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض دلوقتي إن شاء الله البارت الثاني أو الجزء الثاني من ليكتشر 20. إحنا قلنا إن ليكتشر 20 لسه ليها باقي إن شاء الله هنكمله دلوقتي، وهو عبارة عن كام مسألة كده على لوبيتال رول. طيب هنا برضو بيقول لي ليميت لما e to the power x minus e to the power negative x ناقص 2x على x minus sin x. أول حاجة هعوض، تعالوا بس نكتب المسألة تاني. هنا هقول له e أس x e أس صفر بواحد ناقص e أس صفر بواحد، تقول لي دي ناقص اكس هي ناقص صفر، والصفر اللي هو موجب هو سالب يبقى برضو بواحد ناقص زيرو على صفر ناقص ساين صفر بصفر، طلع الناتج هو صفر على صفر اللي هو عندي فاين. هقول له يوز لوبيتال رول، الكلام بقى سيستماتيك جدا من الليكتشر دي والليكتشر اللي فاتت. قول له ليميت لما اكس ابروتشز تو زيرو، يلا اشتق البسط هي اي اس اكس، واللي بعدها هي ناقص، في كمان ناقص هتنزل مع الناقص اللي جنب الاكس دي، تصير بوزيتيف اي اس ناقص اكس ناقص 2 على مشتقة الاكس هنا بواحد ناقص مشتقة الساين هي كوساين اكس. يلا نعوض، واحد اي اس صفر برضو بواحد ناقص 2 على واحد ناقص واحد كوساين صفر بواحد، واحد واحد اتنين، اتنين ناقص اتنين صفر، واحد ناقص واحد صفر برضو عندي فاين. ارجع تاني اقول له يوز لو بيتر رول، تبقى ليميت لما اكس ابروتشز تو زيرو اي اس اكس اهي، هنا هتبقى ناقص اي اس ناقص اكس على دي هتبقى صفر، مشتقة واحد بصفر، مشتقة الكوزاين ناقص ساين، وفي ناقص موجودة اوريدي تبقى على ساين اكس، هي تديني واحد ناقص واحد على صفر، هي صفر على صفر برضو عندي فاي. أقول له برضو يوز لوبيتال رول لتالت مرة، أقول له ليميت لما x approaches to zero مشتقة ال e أس x هي e أس x دي ناقص، وفي ناقص هتنزل من المشتقة اللي فوق ال e تبقى زائد e أس ناقص x مشتقة الكوزين مشتقة الساين b كوساين x. يلا نعوض، واحد زائد اي اس صفر بواحد واي اس ناقص صفر برضه بواحد على كوزين صفر بواحد، صور الناتج في النهاية اتنين. يعني انا كل اللي عملته ان انا استخدمت لوبيتال رول ثلاث مرات، اول مرة اي اس اكس ومشتقة اي اس ناقص اكس هي ناقص، وفي ناقص موجودة اوريدي تبقى ناقص ضرب ناقص ايكوال بوزيتيف اي اس ناقص اكس، مشتقة اتنين اكس هي او ناقص اتنين اكس هي ناقص اتنين، عوض طلع عندي فاين. عملت ديريفيتيف تاني مرة أو لوجيتيف رول تاني مرة برضو، طلعت لي صفر على صفر، وجيت عوض برضو طلع لي صفر على صفر عندي فاين. وبالتالي في آخر مرة طلعت لي قيمة، يعني أنا هفضل أعوض وأفضل أعمل لوجيتيف رول أكتر من مرة أكتر من مرة لحد ما تجيب لي قيمة. طيب هنا بيقول لي ليميت لما x approaches to infinity x cubed e to the power e minus x squared. طب انا ينفع استخدم لوجيت الرول غير وانا عندي كسر؟ لا طبعا، يبقى انا اقدر احول دي x cubed فوق وهنا e to the power minus نزلها بس في المقام positive، ابدا اعوض هنا infinity على infinity دي عندي فاين، وهنا هقول له limit دي undefined، اقول له use لوبيتال رول limit لما x approaches to infinity اشتق البسط 3x squared اشتق المقام هيديني 2x e x squared، هيديني برضو infinity على infinity. قبل ما اكمل المسألة كده، قبل ما اكمل المسألة، المسألة دي هتطلع بكام؟ القاعدة اللي أنا كنت اتكلمت عليها الليكتشر اللي فاتت، إن الليميت لما x approaches to infinity
لو انا عندي بولينوميال على اكسبوننشال، البولينوميال دي مصيرها هتخلص. يعني ايه هتخلص؟ يعني هنا بقت 3 اكس سكويرد، المره اللي بعدها هتبقى 6 اكس، المره اللي بعدها هتبقى 6 وهكذا. يعني فوق دي هتخلص، ده حلو اديني نمبر، انما اللي تحت دي هتفضل شغاله معايا على طول، عمر الاي دي ما بتنتهي، وبالتالي هيطلع رقم على انفينيتي، يعني هتطلع صفر. يعني انا قبل ما اكمل مساله عارف انها هتطلع صفر. طيب دي ان دي فاي، هقول له تاني مره يوز لوبيتال رول، ليميت لما x approaches to infinity مشتقة اللي فوق هتبقى 6x على اللي تحت 2x في e أس x squared، دي بقت تتحاسب ضرب دالتين، مشتقة الأول 2 ثبت التاني زائد ثبت الأول، مشتق التاني اللي هو هيبقى 2x في e أس x squared. تمام كده. ها وهنا برضو لما اجي اعوض هتطلع انفينيتي على انفينيتي عندي فاين. هقول له قبل بس ما اعمل حاجة تاني، هبسط فوق 6x زي ما هي، تحت هنا 2 e اس x squared plus 2x times 2x هي 4x squared e اس x squared. هنا اقول له use لوبيتال رول، هتبقى limit لما x approaches to infinity اللي فوق هيبقى 6 مشتقة 6x ب6، واللي تحت هيبقى 2 times 2x e اس x squared بس دي برضه حصل ضرب دالتين، مشتقة الأول 8x times e اس x squared بلس ثبت الأول 4x squared times 2x e اس x squared. ومن غير ما تعمل أي حاجة أقول له 6 على ما لا نهاية هتساوي زيرو، لان انا هعوض هنا هيطلع لي ما لا نهايه، وهعوض هنا هيطلع لي ما لا نهايه، وهعوض هنا ما لا نهايه، ما لا نهايه زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه وهكذا. يبقى في النهايه الناتج هو 6 اوفر انفينيتي ايكوال زيرو. نرجع تاني على الاكزامبل ده بسرعه، الاكزامبل ده اصلا ما كانش على صوره بسط ومقام، كان على صوره ليميت لما اكس ابروتشز تو انفينيتي اكس كيوبد تايمز اي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير. خليت الاي تو ذا باور نيجاتيف دي في المقام وصارت تو ذا باور بوزيتيف، وبالتالي بدأت أعوض، طلع لي infinity over infinity اللي هي undefined value، استخدمت لوبيتال رول، اشتقيت البسط بروحه والمقام بروحه، عوضت طلع لي infinity over infinity، عملت لوبيتال رول تاني برضه طلع لي infinity over infinity، آخر مرة عملت لوبيتال رول تالت مرة و طلع لي قيمة على infinity، رقم على infinity اللي هو 6 على ما لا نهاية equal 0. وهنا example كمان بيقول لي إيه؟ بيقول لي ليميت لما x approaches to 0 روت 1 زائد 2x ناقص روت 1 ناقص 4x. يلا نعمل اول خطوة قلنا عليها ان احنا بنعوض، تعالوا نعوض هنا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 2 ضرب 0 بصفر، 1 زائد 0 ناقص 1 ناقص 0 over 0 يعني تطلع 1 ناقص 1 بصفر على صفر هي undefined. اقول له use لوبيتال رول، هتبقى limit لما x approaches to 0 هنا مشتقة ما بداخل الجذر 2 على 2 الجذر ناقص مشتقة ما بداخل الجذر ناقص 4 على 2 الجذر مشتقة المقام بواحد. تمام كده. تمام الاتنين في الواحد الاتنين في الواحد، وهنا على الاتنين في الواحد على الاتنين في الاتنين، يبقى صار ليميت لما x approaches to zero واحد على root واحد زائد اتنين x plus two over root واحد ناقص اربعة x. يلا نعوض، واحد على جذر اتنين في صفر بصفر، صفر زائد واحد هي الواحد، زائد اتنين هنا جذر واحد ناقص أربعة في صفر بصفر، واحد ناقص صفر بصفر، أصغر الناتج واحد زائد واحد زائد اتنين هيصير ناتج تلاتة. وبكده نكون قدرنا نحل المسألة دي، هي سهلة برضو جدا، ما خدتش وقت وما خدتش مساحة،
كل اللي انا عملته صدمت دوجة الرول مرة واحدة، مشتقة الجذر هي مشتقة من داخل الجذر على 2 الجذر، وبدأت اختصر، بدأت اعوض بعد كده عن اكس بزيرو، وقدرت اني في النهاية اطلع الناتج بكام.